بل موجود لإقبال الحمد لله، كل شيء موجود، كل شيء كاين، ولكن بعض كاين بعض الكتب اللي مازال ما موجودينش. أما في الأول كل شيء موجود، كل شيء موجود، كل شيء كاين، كل شيء الناس كنستقبلهم مزيانين، اللي سولتي يقول لك مزيان، ما كنسدوش الباب على حتى شي واحد، اللي جا مرحبا به. المقررات اللي مازال ما تبعوش هما اللي فاش كاين المشكل، اما اللي تبعوا راه موجودين كطلبهم كيجيو. اما احنا كل يوم كتجي السلعه، كل يوم اليوم كل يوم لا الفرنساويه ولا العربيه، كل يوم كتجي السلعه، لا في الفورنيتور ولا في كل شيء. الكتبين هما اللي الفورنيتور هو اللي كيدير الثمن، ما يمكنلكش دير الثمن، وهو اللي كيعطيك الرميزه، ما يعطيك 15% ما 20% ما 10% على حسب، على حسب كل واحد على حسب ديالو. إلا كيطلب شي واحد من المواطن كيطلب الرميز، إلا كانت 10% ما عندك ما تعطيه، إلا كانت 20% كتعطي 10 كتبقى لك 10. إلا ما طلبش حتى شي واحد شي حاجة، وهذا العام ما كاينش، عرفتي علاش؟ قال لك كل شيء القغيط غالي، كل شيء غالي، ما كيمكنلكش باش تبدا دير رميز الناس كلهم، ما يمكنش. لا ما عندنا حتى شي محاسبة مع الفورنيسور، الفورنيسور تعيط له، غير دابا كتعيط له ما كيجاوبكش، كيخصك تخدم غير بالفاكس، غير بالفاكس ما كيجاوبكش، حيت حتى هو عنده الضغط بحالنا بحالهم. إلا قال لك غادي يصير بك راه ما يمكنليش يصير بك، كل شيء الوقت اللي وصلت نوبتك كيصيفطوا السلعة، وحنا كل يوم جاية السلعة، كل يوم الحمد لله جاية السلعة. كون اي حاجه في الفرنسويه في العربيه في الفورنيتور في كل شيء اللي طلبتي كيجي، ما كيهبلوا لنا شيء. لا ماشي ما كاينينش، كاينين غير قلال، بحال دابا كتطلب حاجه كيعطيك ديك الكميه اللي عنده موجوده كيعطيها لك، ملي كتطلب عاوتاني الكميه خصك تصبر، حيت ماشي غير انا ولا واحد اخر ولا واحد اخر، كون واحد كيشد النوبه ديالو، الوقت اللي وصلتك النوبه كيصيفط لك. هذا الشيء اللي فاش كاين فيه الصعوبه. الحمد لله الدخول المدرسي كيدوز في اجواء عاديه، كما كنعرف الجامع كيكون عندنا واحد الضغط شويه، ولكن كنحاول نجريو الناس ونرضيو الخاطر للجميع ان شاء الله، باش كلشي يحصل على المقرر ديالو ويبدا الموسم ديالو، وكنتمنى موسم موفق للجميع. الحمد لله كتعرف الناس اللي عندهم الوليدات راه ضروري يكون الاقبال، ضروري كلشي كيبغي يحصل على المقررات ديالو قبل المرحله ديال الدخول. كاينين الوالدين اللي كيديروا اخطاء كيتعطلوا كيبقاو حتى كيدخلوا الناس كيبدا يقلب على الكتب، حنا كنوجدوا كنحاولوا ما امكن نوجدوا كل شيء. هذا العام الكتب متوفره عكس السنوات الماضيه بسبب الجائحه اللي كنعرفها العالم ماشي غير المغرب، كوفيد 19 كانت عائق لينا في المطبعات، داكشي كان الكتب قليله شويه. هذا العام الحمد لله الكتب هذا العام الكتب كامله متوفره، من غير شي كتب ديال اللغه الفرنسيه اللي كنستوردوهم من برا، هما اللي مازال ما توصلناش بهم ان شاء الله، و نحاولوا كل شيء يمشي على خاطره ان شاء الله. الاثمنه ديال الكتب ديال الوزاره كيكونوا هابطين في الثمن بحكم كتكون الطباعه ديالهم في المغرب مقارنه بالاثمنه ديال الكتب ديال اللغه الفرنسيه، حيت كيتم الاستيراد ديالهم من الخارج.